الميتافيرس مش حاجة جديدة، الكلمة دي ذكرت لأول مرة في رواية سنو كراش عام 1992، وحتى ويكيبيديا بيعتبر المؤلف هو الفاوندر أو المؤسس بتاع ميتافيرس. وكلمة ميتافيرس بتنقسم لجزئين، الجزء الأول هو ميتا وده معناه ما وراء، والجزء الثاني اللي هو فيرس، ودي كلمة جاية من يونيفيرس أو الكون. فنقدر نقول إن ميتافيرس هو ما وراء الكون أو مستقبل الكون أو الكون المتطور. وبالنسبة لتكنولوجيا الميتافيرس، ففي لقاء لمارك زوكربيرج مع جاري في قال فيه إن هم شغالين على تقنيات الواقع الافتراضي والميتافيرس لأكثر من 7 سنين، وفي عدد كبير جدا من الشركات شغال على التقنيات دي من زمان بيحاولوا يوصلوا لحاجة، في بعضهم اللي وصل لتقنيات كويسة وبعضهم لسه مازال بيحاول. ولكن أنت تخيل إن أول محاولة اختراع لجهاز في العالم الافتراضي أو الواقع الافتراضي كانت 1960. الجهاز ده كان اسمه سنسوراما، وكان الهدف منه إن الشخص بيدخل جواه علشان يتفرج على فيلم قصير. وقصة السنسوراما دي إحنا عملناها كده في فيديو شورت تقدر تروح تتفرج عليه بعد الفيديو ده. على رأس الشركات اللي بتنتج تكنولوجيا الميتافيرس هي شركة أوكيلوس، واللي تأسست عام 2012 على إيد لاكي بالمر. ولاكي بالمر وهو عنده 16 سنة كان شغوف جدا بالواقع الافتراضي، وبدأ يشتغل على الفكرة ويحاول يعمل نظارة للعالم الافتراضي، وبناء عليها أسس شركة أوكيلوس في عام 2012. حتى التقنية اللي هم كانوا وصلوا لها وقتها كانت متقدمة لدرجة إن شركة سامسونج طلبت منهم مساعدة علشان يطوروا الـ VR اللي هم شغالين عليه. وبعد كده طبعا شركة أوكيلوس دي استحوذت عليها شركة فيسبوك مقابل 2 مليار دولار في 2014. ولو عايز تعرف قصة صعود شركة أوكيلوس ممكن تكتب لنا تحت في التعليقات. ولو عايز تعرف أكتر عن الأوكيلوس كويست 2 هسيب لك الفيديو اللي عملت فيه مراجعة عليه الكويست 2، وتقدر تروح تتفرج عليه بعد الفيديو ده إن شاء الله. المهم نرجع للموضوع بتاعنا. فإحنا كده قلنا إن ميتافيرس هو عبارة عن عالم افتراضي هنقدر نتفاعل فيه مع الأشخاص والأشياء بشكل يشبه الحقيقة. ولو رجعنا مع بعض لأكتر من 20 سنة لورا والإنترنت مع بداياته، كان عندنا حاجة اسمها الويب 1.0 أو يعني بداية الإنترنت. في الويب 1.0 ده انت بتقدر تدخل على جوجل مثلا تبدا تعمل سيرش على حاجه تجيب معلومه مكتوبه او حتى في هيئه صوره. ومع تطور الانترنت بدا يطلع لنا الويب 2.0 ده الانترنت المنتشر النهارده، وده من خلاله بتقدر انك تتفاعل مع الانترنت. يعني على سبيل المثال لو انت دلوقتي دخلت على فيسبوك وعملت لايك لمنشور معين عجبك، ففيسبوك بيجمع البيانات دي عنك، بيفهم انت بتحب ايه وما تحبش ايه، وبناء عليه يروج لك حاجات معينه، بيعرف اهتماماتك ويجيب لك اعلانات وفقا للاهتمامات بتاعتك. ودلوقتي ومع الويب 3.0 انت مش هتتفاعل مع الاشياء بشكل ثنائي الابعاد زي ما كان بيحصل في الويب 2.0، انت هتتفاعل مع الاشياء بشكل ثلاثي الابعاد، فهتقدر تشوف الاشخاص والمجسمات ثلاثيه الابعاد اكنها قدامك بالفعل. لو حد اتكلم جنبك مثلا هتبقى حاسس بصوته جاي من انهي اتجاه. حتى لو استخدمت منتج زي البيهابت الجلافز هتقدر انك لو سلمت على حد تحس بايده، او لو لمست حاجه هتحس باللمس بتاعها. وحتى تقدر كمان تستخدم حاجه زي الهابتك سوت علشان لو حد لمسك مثلا او ضربك او حاجه تقدر تحس بده. وانا شخصيا اشتريت الاوكيلوس كويست 2 وجربت اكتر من حاجه والتجارب كانت رائعه جدا. وانا هنا بقول كلمه تجارب لانك لما بتلبس الهيدسيت اللي بتشوفه من خلال النظاره مختلف تماما عن اللي انت بتشوفه من خلال الموبايل. المهم جربت ان انا اعمل اجتماع في ميتافيرس واستخدمت هنا هورايزون ورك رومز اللي عاملاه شركه ميتا، وكانت التجربه بصراحه رائعه جدا. انا كنت ببقى شايف الشخص اللي قدامي وتعبيرات ايده وحتى تعبيرات الوش، وهو برده نفس الكلام، وكنا بنقدر ان احنا نشغل برزنتيشن نعرضها على شاشه كبيره ونبقى باصين عليها من اماكن اللي احنا قاعدين فيها. حد مننا كان ممكن يقف ويبدا يشاور على بعض الحاجات، وكمان كنا بنقفل البرزنتيشن نشغل الوايت بورد ونبدا ان احنا نرسم ونكتب مع بعض. باختصار كل اللي احنا بنقدر نعمله في ورك روم حقيقيه بنقدر نعمله في الميتافيرس. وفي لقاء لمارك زوكربيرج قال كلمة مهمة جدا عايزين نقف عندها شوية، وهي immersive experience. وحتى أكبر الشركات اللي بتشارك في الميتافيرس بتستخدم المصطلح ده اللي هو immersive experience، وده معناه انك بتكون منغمس او مندمج في ايا كان اللي انت بتعمله. فلو بتلعب لعبة معينة مثلا حرفيا هتنسى كل اللي حواليك وهتكون مركز في اللعبة. على قناة رائد اعمال اونلاين ايبرينرز الفترة الجاية هننزل ان شاء الله تجارب مختلفة من الميتافيرس علشان تقدر تشوف الموضوع وتدركه بشكل اكبر.
طيب احنا ذكرنا الويب 3.0 بس ما اتكلمناش عنه هو ايه، وده موضوع اصلا لوحده كبير ان شاء الله هنعمله في حلقه منفصله، فتاكد انك تشترك في القناه عشان تشوف الفيديو ده وتستفيد منه. لكن المهم انك تكون عارف دلوقتي ان الويب 3.0 مرتبط جدا بالميتافيرس. جينا دلوقتي لسؤال مهم جدا، وهو مين بيمتلك الميتافيرس؟ وبالرغم ان سؤال زي كده مهم جدا الا انه في نفس الوقت ساذج، لانه لو سالتك مين بيمتلك الانترنت هتقول لي بكل بساطه مفيش حد بيمتلك الانترنت، اي حد يقدر يعمل موقع الكتروني ويشارك مع الناس اي حاجه تكون مناسبه ليهم. ونفس الكلام بالظبط بينطبق على الميتافيرس. فشركه فيسبوك مثلا اللي هي ميتا دلوقتي عملت الميتافيرس بتاعها وسميته هورايزن وورلد، ومايكروسوفت عامله حاجه اسمها مش، ودي موجوده جوه مايكروسوفت تيمز، وكمان شركة انفيديا عاملة حاجة اسمها اومنيفيرس. وانت برضو ممكن تعمل الميتافيرس بتاعك وتسميه علاء فيرس، احمد فيرس، براحتك خالص. وزي ما الشركات اللي بتشارك في البنية التحتية للانترنت بيكون ليها اثر عليه، فنفس الكلام برضو الشركات اللي بتنتج تقنيات الميتافيرس سواء كانت هاردوير او سوفتوير هي برضو ليها اثر كبير عليه. بعد ما عرفنا ايه هو اصلا الميتافيرس، خلونا نتكلم دلوقتي على سؤال مهم جدا، وهو ازاي الميتافيرس ده ممكن يأثر على المجالات الحياتية المختلفة. وخلونا ناخد بعض الامثلة علشان نوضح ده. في مجال التعليم مثلا، فالميتافيرس بيغير الموضوع وبيخلي الموضوع رائع جدا. تخيل معايا انك بدل ما تدرس الخلية بمجرد ان انت تكتب على ورقة او ترسم او حتى تشوف رسمة سبعية الالعاب، انك تدخل بنفسك جوه الخلية وتستكشف كل حاجة موجودة حواليك. وتخيل معايا كده مثلا لو انت عايز تتعلم مهارة زي النجارة، بدل ما هتنزل ورشة وكمان تشتري ادوات علشان تتعلم النجارة، انت ممكن تلبس VR headset بتاعتك وتدخل في مكان ويبقى عندك الادوات بتاعة النجارة وتتعلم خطوة بخطوة ازاي تستخدم كل حاجة منها بشكل امن تماما وانت قاعد في بيتك. الحقيقة التطورات في التعليم رائعة جدا، وانا شخصيا متحمس اشوف تطبيقات اكتر تعليمية في الميتافيرس، وانا شخصيا شغال على حاجة دلوقتي وباذن الله لو وصلت النتيجة ايجابية فيها هشاركها هنا معاكم على القناة. من امثلة البرامج التعليمية اللي بتشتغل في ميتافيرس البرنامج اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، وهو بياخدك جوه رحلة داخل جسم الانسان، وده عملنا فيديو ليه على قناة تعلم اونلاين تقدر تروح تتفرج عليه بعد الفيديو ده. وكمان شغالين دلوقتي على فيديو على برنامج اسمه اوشن ريفت، البرنامج ده بياخدنا في رحلة داخل اعماق البحار علشان نستكشف المحيط ونشوف الكائنات البحرية ونعرف معلومات عنها. فافتكر انك تشترك في قناة تعلم اونلاين برضو علشان تتفرج على الفيديو ده باذن الله. ندخل بعد كده على مجال الرياضة، وهديك مثال علشان اوضح لك الموضوع اكتر. انا شخص بيلعب بينج بونج لسنين طويلة ومدرك معنى انك تبقى ماسك مضرب وتحاول انك تبذل كل مجهود ممكن علشان تغلب الخصم اللي قدامك، عارف ومدرك معنى انك تشوط على الخصم اللي قدامك وانك تصد من لاعب محترف. ولما جبت الاوكولاس كويست 2 سمعت ان في لعبه للبينج بونج، صراحه ما كنتش متصور الموضوع قوي في الاول بس قلت اجرب. اللعبه دي اسمها 11 تيبل تنس، نزلت اللعبه وبدات ان انا اجرب. وبعيدا عن الجرافيكس الممتازه جدا الا انه التجربه تشبه الواقع بالظبط. انا كنت ماسك الكنترولر وحاسس ان انا واقف قدام ترابيزه بينج بونج حقيقيه وماسك مضرب بجد، وتجربة اللعب تبدو وكأنها واقعية بالظبط. فتخيل رياضة زي البينج بونج اللي محتاجة مساحة كبيرة، وكمان الترابيزة بتاعة البينج بونج اللي بتكون غالية ممكن تلعبها باستخدام VR headset من غير اي تكلفة تقريبا او بتكلفة بسيطة اللي هي الاشتراك بتاع اللعبة. وفي برضو رياضات تانية متاحة زي الهوكي والبيسبول وكرة القدم الامريكية، انا طبعا ما جربتهمش لكن ممكن مع الوقت ان شاء الله الواحد يجرب التجارب دي وننزلها على القناة، وممكن مع الوقت نشوف رياضات اكتر دخلت الميتافيرس. لو رحنا على المجال اللي بعد كده، وده مجال واضح جدا قد ايه الميتافيرس مأثر فيه بشكل كبير، وهو مجال الفيديو جيمز او الالعاب. بص مهما اتكلمت عن الفيديو جيمز في الفيرتشوال رياليتي او في الميتافيرس فمش هقدر ان انا اوصف الموضوع ده، شيء انت محتاج تجربه بنفسك. بس خليني اقول لك انه ببساطه انت بتبقى يعني مندمج في اللعبه او في اي كان اللي بتعمله بشكل هينسيك كل اللي حواليك ويخليك مركز في الجيم بس. ولك ان تتخيل ان ايرادات الفيديو جيمز اللي في الميتافيرس في عام 2020 بس وصلت ل 23 مليار دولار. وهنا برضو على القناه باذن الله هنتكلم عن بعض الفي ار جيمز بحيث ان انتوا تبقوا عارفين ايه التقدم اللي بيحصل في المجال ده، وهنحاول برضو ان احنا نصور فيديوهات 360 بحيث انه لو حد منكم يستخدم حاجه زي الفي ار بوكس، ودي فيرتشوال رياليتي بوكس بيكون تكلفته بسيطه، تقدر انك برضو تشوف الموضوع بشكل واقعي اكتر. وهنا حاجه سريعه، لو انت مهتم بالفي ار جيمز انضم لي جروب الديسكورد بتاعنا علشان هننظم هناك دورات وهيكون في جوائز كمان. نخش على المجال اللي بعد كده وهو
هو مجال الترفيه، وانا هنا فصلته عن الفيديو جيمز لان في حاجات ترفيهيه كتير جدا ممكن تعملها في الميتافيرس مختلفه تماما عن الفيديو جيمز. انت هنا ممكن تحضر فيلم ثلاثي الابعاد، تكون جوه الفيلم حرفيا مع اصحابك في سينما افتراضيه، او تخرج مع اصحابك وتقابلهم في مكان لطيف في هورايزن وورلد اللي هو الميتافيرس بتاع ميتا، او تحضر مسرحيه او حفله موسيقيه وتبقى قاعد في الصف الاول بتكلفه بسيطه جدا. قد يبدو بعض اللي انا بقوله لك ده ان هو شيء جنوني، لكن انا عايز اقول لك ان الكلام ده بالفعل حصل وبيحصل وهيحصل. فعندك مثلا في 2021 جاستن بيبر عمل حفله وحضرها ناس على مستوى العالم، كل ده في الميتافيرس. برضو تقدر انك تزور اجمل واشهر المعالم السياحيه على مستوى العالم وانت قاعد في البيت. تقدر تدخل جوه الهرم الاكبر وتتعلم وتعرف اكتر عن تاريخه، او تزور برج ايفل وتتصور هناك، او حتى تلف في ضواحي اسطنبول، كل ده وانت قاعد في البيت من غير اي تكلفه او بتكلفه بسيطه جدا. فالميتافيرس بيغير مجال الترفيه لجانب رائع جدا، بيتيح الفرصه لكل الناس ان هم يعملوا حاجات مختلفه كان صعب ان هم يعملوها في العالم الحقيقي. طبعا دي مش المجالات الوحيدة اللي هتتغير بالميتافيرس او بدخول الميتافيرس علينا، في مجالات تانية كتير جدا هتتأثر بشكل ايجابي وبعضها قد يتأثر بشكل سلبي. احنا هنا بس اتكلمنا عن بعض الامثلة اللي واضحة بالنسبة لنا دلوقتي. طيب اتكلمنا كتير قوي عن مميزات الميتافيرس، هل ممكن يكون برضو في سلبيات لي؟ بص، الميتافيرس زيه زي اي تقنيه ذو حدين، ممكن تستخدم للخير وبرضه ممكن تستخدم للشر. ومن مخاطر الميتافيرس مثلا هو التعرض للايذاء او الاستغلال، وده بالفعل بيحصل في السوشيال ميديا والانترنت بتاعنا النهارده، فاحنا هنا محتاجين نكون واعيين وحذرين جدا في التعامل في ميتافيرس زي ما بنكون حذرين في التعامل على الانترنت. وبالنسبه للاطفال ضروري يكون في متابعه عليهم لو هينضموا لاي تطبيق في ميتافيرس. في برضه بعض المخاطر اللي ممكن تكون مرعبه بالنسبه لكتير من الناس، الله اعلم ممكن ده يحصل ولا لا، لكن هو شيء محتاجين ناخده في الاعتبار. تخيل ان احنا في زمن الانترنت العادي والموبايلات، لو شخص موبايله تم اختراقه، الشخص ده كان مشهور او ذو منصب معين، بتحصل مشاكل كبيره وممكن توصل لحروب. فما بالك بقى بفي ار هيدسيت انت بتلبسها وبتدخل في عالم معين وكل تحركاتك بيتم تتبعها، هل ممكن حد في وقت من الاوقات يستغل ده ضدك؟ قولوا لنا تحت في التعليقات. في خطر تاني مطروح، وهو تخيل كده الجيل اللي هينشأ في ميتافيرس ده بقى هو الانترنت العادي وكل الناس بتدخل وبتستخدمه. تخيل لو الجيل ده اختلط عليه الامر ما بين الواقع الافتراضي من الواقع الحقيقي. حتى في فيديوهين نزلوا على قناه اسمها لو بادجت ستوريز بتتكلم عن الموضوع ده. فيديو منهم كان بيتكلم انه الاطفال من استخدامهم للميتافيرس بشكل كبير جدا ما كانوش عارفين هو الواقع الحقيقي ايه، وكانوا بيتعاملوا مع الميتافيرس على انه الواقع الاساسي بتاعهم. فاتوقع ان احنا محتاجين نكون واعيين وحذرين جدا تجاه حاجه زي كده. وللسخريه كنت بتفرج على تيدكس توك وبصيت كده على التعليقات، فلقيت اول تعليق مكتوب فيه التالي: الناس في عام 2040 بيبحثوا على يوتيوب ما هو الواقع وكيف نعيش فيه. قبل ما نختم الفيديو بتاعنا في سؤال مهم جدا نتناقش فيه سريعا، وهو امتى الميتافيرس ده يكون زيه زي الانترنت النهارده متاح لكل الناس وكل الناس واعيه بيه وبتستخدمه بشكل مستمر. علشان نجاوب على سؤال زي كده محتاجين نبص على معادله ليها 3 اركان. اول حاجه وهي توفر الهاردوير او الاجهزه اللي الناس هتستخدمها علشان تدخل جوه الميتافيرس وتتفاعل مع الاشياء والاشخاص جواه. تاني حاجه وهي السوفت وير او التقنيات والتطبيقات اللي الناس هتتفاعل بيها او داخلها في الميتافيرس. وعايز اقول لك ان الاثنين دول دلوقتي اقويه جدا، الاجهزه اللي ممكن تستخدمها عشان تدخل ميتافيرس بقت موجوده ومتاحة ومتطورة بقدر حتى يخليك تحس بالأشياء لو هتمسكها، أو حتى لو حد لمسك هتحس بده برضه. أي نعم لسه التكلفة بتاعتها مرتفعة شوية ومش متاحة بالنسبة للكل، إلا إنه أتوقع مع الوقت الدنيا هتبقى أسهل والتكلفة بتاعتهم هتكون أقل ومتاحة لكتير من الناس. نرجع للنقطة الثالثة واللي هي مهمة جدا في المعادلة بتاعتنا، وهي إقبال الناس على الهاردوير والسوفتوير ده اللي بيدخلهم الميتافيرس. وخليني أقول لك إن في 2020 في أكتر من 2 مليون في آر هيدسيت اتباعت على مستوى العالم، وفي 2021 11 مليون في آر هيدسيت اتباعت،
ومتوقع انه في 2025 يكون العدد ده يوصل ل 105 مليون، وده معناه ان الاقبال على الهاردوير كبير جدا. ولو رحنا للجانب بتاع السوفت وير، فعلى الاقل 70% من الناس اللي بيشتروا الفي ار هيدسيت بيشتروا لعبه اللي هي سوفت وير. وزي ما قلنا من شويه انه الالعاب بتاعه الفي ار وصلت ل 23 مليار دولار من الايرادات 2020، وده معناه ان الاقبال كمان على السوفت وير كبير جدا وبيزيد. وده طبعا الالعاب بس، غير التطبيقات بقى التعليميه والتطبيقات الخاصه بالبيزنس وغيرها. طيب الكلام ده بالنسبه لك معناه ايه؟ الكلام ده بالنسبة لحضرتك معناه انك محتاج تفهم الميتافيرس ده كويس قوي، وتبقى عارف ايه الفرص المتاحة اللي ممكن تستفيد منها، وتبدأ تكون اول شخص ياخد خطوة مدروسة ومحسوبة بدون مخاطرة كبيرة. علشان كده في الفيديو الجاي ان شاء الله هكلمك عن 7 افكار تقدر من خلالهم تكسب في الميتافيرس. بعضهم هحذرك منه، وبعضهم التاني محتاج تفهم اكتر عنه وتبدأ انك تستعد قبل ما المنافسة تكون كبيرة وتاخد فيه خطوة. تاني اتأكد انك تشترك في القناة، واوعدك انك ان شاء الله هتكون اول حد يعرف عن الميتافيرس وازاي انك تكسب منه. انا حسام الدين حسن، بشكرك انك وصلت لحد هنا في الفيديو. لو كان عجبك هنبسط جدا لو عملت لايك، ولو شايف ان هو مفيد وحابب عدد اكبر يستفيد منه ياريت تعمل له شير. ولو عندك اي رأي او عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في التعليقات، انا بكون حريص جدا ان انا اقرأ كل تعليق وارد عليه ان شاء الله.